بمناسبة طبعا احنا ناقشنا اضرار الاكثر من الحلويات تحديدا، واضح جدا ان انت انا كده بتعملي بكتر يا بالنصيحة. جماعة. طب انا راضي زي انا كده بكتر؟ لا ولا شيء لا، ولا شيء. طيب ده انا اول طبق، احنا طبعا ده اول اول طبق. شوفي كل الكنترول علينا في الطبق، براحتهم ممكن عادي. تلاقي الناس الان طالعين من ورا الزجاج. طيب لبين ما تكمل سينار تاكل وعيني فيها، نستعرض حكايه حلاوه الكنافه النابلسيه تحديدا، هي احدى الاكلات الوطنيه في فلسطين، تشتهر بصناعتها مدينه نابلس، وهي حلوه لذيذه جدا. جدا صح؟ تؤكل في بلاد الشام، وهذه الحلوه لها رواج كبير بين العرب، كما ان كثير من يعني ايه؟ طيب نشوف ايش سلسله. طبعا منفتحه الكنافه النابلسيه تحديدا موجوده في عده بلدان عربيه وبيفننوا فيها، لكن الاصل والبدايه كانت في فلسطين. من حضرتك؟ نعم. طلعوا بينا التقرير صدقوني، انا قبل ما ترجعوا هتكون اصلا خلصتها. هذه بايش طيب؟ هذه مش نعم، نابلسيه ولا ايه؟ ولا شيء؟ مش هرد عليك. بين زقاق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية تفوح رائحة الكنافة النابلسية بمحل تراثي قديم يعود عمره إلى مئات السنين. تقدم الكنافة الطازجة الساخنة لزبائن المحل على طوال اليوم. يعرف هذا المحل باسم حلويات الأقصى، يرتاده الكبير والصغير من مختلف الأماكن الفلسطينية وحتى الزائرين الأجانب. الكنافة في ناعمة، في خشنة، في مبرومة، في الخشنة المفرودة. طبعا الناعمة هي الأكثر شيء دارجة هون عندنا بالبلد يعني. الكنافة تعودنا عليها بنابلس، نابلس العراق يعني، من تاريخ نابلس وتراثها الكنافة النابلسية. تعودنا انه كل اجازه اللي اجيب اولادي ونطعمهم الكنافه بالاخص بهذا المحل. الكنافه النابلسيه احدى الاكلات الوطنيه للفلسطينيين والتي تشتهر بصناعتها مدينه نابلس، وتعود اصولها الى عهد الاتراك الذين حكموا نابلس قبل مئات السنين. انتشرت هذه الحلويات في مختلف ارجاء فلسطين حتى في القدس القديمه. حلويات جعفر ذات الصيت المنتشر، نفس مكونات الكنافه، جبنه بيضاء وسمن وسكر وفستق حلبي، لكن ما يميزها هو نفس صانعها. هو النفس هو الأساس فيها يعني. يعني الكل بيسوي كنافة وكل واحد بيسوي كنافة مختلفة. يعني حتى المحلات من محل لمحل تختلف الجبنة الكنافة عملها على أساس إنه النفس تبع الصنايعي يختلف أو المعلم الموجود. وضمن محاولات السرقة الإسرائيلية انتشرت صورة لهذه الحلوى أدرجتها إسرائيل ضمن تراثها. الصورة نشرت عبر إعلان لشركة بازفيت، هدفت إلى الكشف عن 17 نوعا من الحلوى المميزة حول العالم. وكان هنا هو ظهور الكنافة بوصفها منتجا إسرائيليا، مع أنها تعد من أبرز الحلويات الفلسطينية التي اشتهرت بها نابلس، وهو ما أثار سخط وغضب الفلسطينيين كون هذه الحلوى موجودة في فلسطين قبل وجود إسرائيل على الخارطة كما يقولون. هم ما بيعرفوش ايش الكنافة أصلا. مرات بيجوا عنا بقول لك كنافه، بروح اخذ بقلاوه قاعد. هم نفسهم بيعرفوش ايش هي الكنافه. احنا علمناهم ايش الكنافه، ايش طعمها وايش اكل، زي الحمص والفلافل بقولوا اكلهم، وهذا كله من عندنا. هذا تعد الكنافه من ارقى الحلويات في فلسطين، يميزها لون برتقالي وطعم لذيذ. بات الاقبال عليها في مختلف اشهر العام، واصبحت ارثا حضاريا وثقافيا للفلسطينيين. ضياء حشية، الغدو العربي، الأراضي الفلسطينية. تاخدي دي؟ ولا مش عايزة؟ من نابلس ومن الأراضي الفلسطينية إلى ولا مش عايزة؟ يعني لا مش يعني عايزة بعد صح؟ إنك مش عايزة، شكلك مش عايزة ولا مش عايزة؟ يعني أنا هتعب نفسي ليه؟ بس طب يعني طلعت بسبوسة كفاية كده بقى، يعني تعبتي صح؟ ثلاث أطباق مادتك كتير صح؟ ولا نفع نصايح الدكتور إنه بلاش أكثر من الحلويات ليه؟ ما احنا نصحنا المشاهدين وحيمشوا على النصيحة ولا اسمها مالك وعايزة تخسي وايه علاقه الاكل ده بالخسائر؟ الناس عاجب بتمسكوا في حاجات غريبه. سينار بعد بحاجه تزيد من 3 الى 4 كيلو، ما فيش مشكله. ناويين كمان نعزمها على كنافه نابلسيه، وانتم عارفين طبعا الكنافه النابلسيه بعد ما شفنا التقرير وجبه. انا خلاص هنزل اعمل الفيزا دلوقتي حالا على نابلس. لو على ايه وعلى ايه؟ هلا بعد نجيبها؟ في فرع في اكتوبر موجود فعلا. انا معاكي في المشوار ده. طبعا استمتعنا يعني بالحلقه اليوم ما عاد فيش وبالكنافه. ايوه كل سنه وانتم طيبين. رائعه. نشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله بكره يكون في برضه حلويات. ما تعملوش زي ما احنا بنعمل، بليز ما تاكلوش في الاكل. هي بس حلاوه كده يعني، الواحد يجرر يجب. بس فعلا اول يوم رمضان فعلا بيبقى احساسنا بيه مختلف.
جو ملوش حل. يا رب هذا الشهر دايما يكون في بيوتنا طول السنة، مش شهر وبيروح وبيطير بسرعة. صحيح. وكأنه حزين وزعلان مننا. لا، ضيف كريم، ضيف هو كريم. ضيف كريم كده خفيف. أيوة. كل سنة وانتم طيبين، ونقابلكم إن شاء الله على ألف خير. هتوحشونا. إلى اللقاء.